تعرف ان المفروض تاخد اسبوع راحة من التمرين علشان عضلاتك تزيد؟ تعرف انك لازم تاخد اسبوع اجازة من الجيم عشان تريح المفاصل وما يحصلكش اصابة؟ بالظبط كده انا هتكلم معاك عن اسبوع الديل. اسبوع الديل لود بتعريفه هو انك بتاخد اجازة من الجيم لمدة اسبوع او انك بتتمرن تمرين خفيف لمدة اسبوع لما يعدي على التمرين بتاعك من 8 اسابيع ل 10 اسابيع، وده بيسمح لجسمك انك تعمل استشفاء وريكفري اكتر، وكمان بيجنبك الاصابة والارهاق وكمان عدم الاحساس بالراحة في التمرين زي ما بيكون اوزانك بتقل مع انك بتنام كويس وبتاكل كويس وبتتمرن كويس وفجأة بتحس ان اوزانك كلها بتقل، فدي مؤشرات ان جسمك محتاج ان هو يريح اجازة اسبوع من الجيم. عندنا مرحلة اسمها سوبر كومبينيشن، والسوبر كومبينيشن هو جسمك في المرحلة ديت بيحتاج ان هو ياخد راحة علشان يقدر يعمل استشفاء وريكفري اكتر، فلما بترجع الجيم بترجع اقوى وبتزيد عضلات اكتر وبتكسر مرحلة البلاتو. انت شخص عنيد وبتقول انا ما بريحش من الجيم وفضلت تتمرن بنفس شدة التمرين لاطول فترة زمنية، ايه اللي بيحصل؟ الم في العضلات او ماسل سورنس، اللي بيحصل اصابات في الاربطة والاوتار نتيجة لزيادة الالتهابات اللي موجودة من التمرين، فده مؤشر انك تاخد اجازة اسبوع من الجيم. احساس الخمول والتعب اللي دايما بتحس بيه في التمرين او ما بعد التمرين او نومك الكتير بدون اي مبرر، ده نتيجة لجسمك بيقولك احنا محتاجين راحة. عدم الطاقة في التمرين وانك مش حاسس انك قادر تتمرن بنفس القوة والشدة اللي بتتمرن بيها كل مرة، ده مؤشر ان جسمك بيقولك محتاجين نعمل ديلود. طيب ازاي اعمل ديلود؟ مفيش ابحاث ودراسات بتأكد عن كيفية ازاي تعمل ديلود، ولكن عمل الديلود هو لازم يكون له شروط معينة جدا. اول حاجة انك تكون شخص ديديكيتد جدا متفاني في التمرين بتاعك، مش بتريح لفترة كبيرة من التمرين، او شخص ملتزم جدا وبتتمرن ايام الاسبوع بتاعتك كاملة سواء 5 ايام او 4 ايام. تاني حاجة ما يكونش حصل لك مثلا دور برد او اي ظروف مرضية خلتك تاخد اجازة اسبوع من الجيم، يبقى انت مش محتاج الديلود في حاجة. تالت حاجة لو انت شخص مبتدئ ومش شادد في التمرين ومش بتعمل progressive overload ومش مكسر الدنيا في التمرين، فانت لسه مش محتاج تعمل ديلود. لكن لو انت شخص متقدم في الجيم وبتتمرن progressive overload ومحافظ على التمرين بتاعك ومش بتاخد راحة من التمرين لأي ظرف من الظروف، فانت محتاج تعمل ديلود بعد 8 اسابيع ل 10 اسابيع. دراسة سنة 2013 هي actually مش دراسة، هي مجموعة نتائج وابحاث. University of Tokyo بتأكد مجموعتين هتتمرن 6 اسابيع وهتاخد 3 اسابيع أو ومجموعتين هتتمرن 24 اسبوع باستمرار. النتيجة هي اكتساب نفس الحجم العضلي بعد انتهاء 24 اسبوع. النتيجة هي كانت نفس اكتساب الكتلة العضلية لكل من المجموعتين، لكن المجموعة اللي اخذت دي لود مريعت من الدي لود كانت عندها قوة اكبر وكانت عندها طاقة اكتر وبروجريسيف اوفرلود اعلى واكتسبت كتلة عضلية اكبر من المجموعة اللي ما اخذتش دي لود. دلوقتي يا كوتش انا اقتنعت بالدي لود، اعمل دي لود ازاي؟ عن نفسي بقسم روتين التمرين للعميل لمدة 12 اسبوع. اول 4 اسابيع ببدا اشتغل على الاندورنس وابدا اشتغل على مرحله ان انا اعمل له الاداء كويس، المجموعات 3 مجموعات ومن 12 ل 10 عدات. 4 اسابيع اللي بعد كده ببدا اقلل العدات وبخلي المجموعه 3 مجموعات وبيشتغل معايا في مرحله الهايبرتروفي من 8 عدات ل 10 عدات او 6 عدات. باخد اسبوع اسمه الباور ويك، وهشرح الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في فيديو. بعد الباور ويك ببدا اخد مرحله الديلود، فبيكون معايا الاسبوع ال 12 هو اسبوع الديلود. اسبوع الديلود هو عباره ان انا بقدر اعمل حاجه من الاثنين، يا اما ان انا اخد راحه كامله من الجيم وما اتمرنش خالص في الاسبوع ده، وده انا مش بفضله. اما المرحله الثانيه ان انا اقلل الفوليوم او اقلل شده التمرين، بحيث ان انا بقدر اقلل التمرين بتاعي ل 50% من الوزن وابدا اخلي العدات بتاعتي قليله وكمان المجموعات بتكون اقل، انزل بالوزن بتاعي ل 10%. بالنسبه للكارديو اللي انا اصلا ما بفضلوش ومش بحطه عندي في التمرين او في الروتين، ولكن في حالات بتستدعي الكارديو، اسبوع الديلود مش بعمل كارديو تماما. كمان الديلود مش بيكون في التمرين بس، الديلود بيكون كمان في الدايت، انك وانت عامل ديلود تقدر توصل لسعرات الثبات بتاعتك علشان تبدا تكسر تاقلم الجسم وتكيفه على عجز السعرات الحراريه، وكمان بكده تقدر تعمل ريفيد لجسمك انك تغذيه اكتر وتقدر تعيد ملء مخازن الجلايكوجين اللي جسمك بيكون محتاجها. وبكده عرفت يعني ايه ديلود وتقسيمه التمرين بتاعك. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل السوبر سيت لايف في كومنت مش خساره فيا، وتعمل شير بنية نفع الغير.